مرحبا فيك. قصيدة، سالفة، موقف. موقف طال عمرك موقف طيب، وموقف عند رجال مشرف الدكتور الشيخ شالح بن سفران القحطاني. ونعم ونعم ويستاهل، ولا عليكم زود. الزود يعداك. كتبت فيه كان جاينا جزاه الله خير في زيارة هناك العمان، فكتبت فيه كمين بيت، وطبعا ترى هو من أحفاد الذيب بن شالح، ومعروف طبعا قصته ومعروفة طيبته. ما عليكم زود. يقول: أبدأ بذكر الله عظيم الخلائق، السلام، اللي خالقنا كلنا للعبادة. الله اللي منش السحوب البرايق، تهمل على نفسي غناه وبراده. الشعر يكتب يومه البار رايق، ما ينكتب يوم التلف والزهادة. أبيات شاعر للسما دوم طايق، والحان منشد مع حق اللجادة. نشعل بشله للوجيه الطلايق، يستاهل المقصود فيها إفادة. أما شعلناها حفوز وحرائق، نشوش المطنوخ شوشه زيادة. حنا الجنيبي فيلقنا وفلايق، ما عليك زود. حنا الفليق، حنا الجنيبي فيلقنا أو فلايق، من همنا ما عاش عيشة سعادة. جني طواريق القصايد سايق، الرجل اللجل من ذرة تهنى رقادة. ينام ما يخشى عزوم اللحايق، كأنك مسوي له حرير بوسادة. من مثل شالح، يقول لك: من مثل شالح لي فعوله فرايق، والذيب ولده لي قوي الأرادة. اثنين تفعل بالعدو السحايق، ولا على ما قيل شبه اللبادة. وانت حفيده وانت بالاسم لايق، وانت النداوي حين لحظة هداد. همس ما يشالح لي خصيم العوايق، ابنك حطان ومركزك في الريادة. ما عليك زود، ما عليكم زود. زود اعداكم وبيض الله وجهك، وجه له تحية من هنا للشيخ الدكتور شالح بن سفران القحطاني. تسلم، ولا يغير بتم منكم، والله جعلك تسلم على كل حال. بيض الله وجهك ويستاهل ابو فيصل. طيب غالب، مساء الخير، كيف حالك؟ طيب مشهد جاهز اشوف.